بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبناء وبناتي طلبة الصف السادس الابتدائي، أهلا بكم مع اختبار للصف السادس. بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة. النسبة بين طول ضلع المثلث المتساوي الأضلاع ومحيطه. عندنا مثلث متساوي أضلاعه أهو، الضلع ده يساوي الضلع ده يساوي الضلع ده، ده مثلا 3 سنتي، يبقى ده زيه 3 سنتي وده زيه 3 سنتي. محيط المثلث مجموع أطوال أضلاعه، طول الضلع 3 إلى محيطه 9، 3 و3 6 و3 9، على 3 فال 1 على 3 فال 3، بقت 1 إلى 3. طول ضلعه مثلا 2 سنتي، بقى طول ضلعه 2 ومحيطه 2 زائد 2 زائد 2، يبقى 2 إلى 6، على 2 فال 1 على 2 فال 3. إذا النسبة ثابتة 1 إلى 3، يبقى هختار 1 إلى 3. طيب بيقول لي متوازي الأضلاع الذي إحدى زواياه قائمة هو إيه؟ مربع ولا معين ولا مستطيل ولا متوازي أضلاع؟ متوازي الأضلاع الذي إحدى زواياه قائمة هو مستطيل، يبقى اختار مستطيل. البيانات التالية: كمية ما عدا، كمية ما عدا اللون، العمر، الوزن، الطول. الطول رقمي، الوزن رقمي، العمر رقمي، في أرقام يعني، يبقى إيه؟ كمي. اللون وصفي، يبقى ما عدا اللون. طيب 5 سنتيمتر مكعب تساوي كام ملي لتر؟ 5 سنتيمتر، احنا عارفين ان السنتيمتر يساوي ايه؟ 10 مليمتر في 10 مليمتر في 10 مليمتر، يبقى بيساوي 1000 مليمتر. 1000 مليمتر بيساوي ايه؟ 1 ملي لتر. يبقى السنتيمتر المكعب بيساوي 10 × 10 × 10 ملليمتر بيساوي 1000 ملليمتر. 1000 ملليمتر بيساوي 1 ملليلتر. يبقى 5 سنتي بيساوي كم ملليلتر؟ 5 بيساوي 1 × 5 يساوي 5 ملليلتر. يبقى هنا 50000 5000 5 × 100 5، بختار 5، يبقى فيه 5 ملليلتر. 5 سنتيمتر مكعب يساوي 5 ملليلتر، لأن السنتيمتر الواحد بيساوي 1 ملليلتر، يبقى 5 بيساوي 5 ملليلتر. طيب بيقول لي المدى لمجموعة القيم 50 و25 و35 و20، هو المدى هو ايه؟ اكبر قيمة ناقص اصغر قيمة. طب انا عندي المدى، عندي القيم 10 20 30، القيم 50 25 35 20، اكبر قيمة 50، اصغر قيمة 20. 20 ناقص 50 يبقى 30، ده المدى، يبقى بختار 30. عندي 10 و20 30 40، اختار 30. طيب نمرة 6، بيقول لي مكعب حجمه 125 سنتيمتر مكعب، فإن مساحة قاعدته، مكعب حجمه 125 سنتيمتر مكعب، عاوز يجيب مساحة قاعدته. طبعا المكعب أحرفه متساوية، له 12 حرف متساويين. طب أجيب طول الحرف إزاي؟ عايزين عدد ينضرب في نفسه 3 مرات يدينا 125، نجيبه إزاي؟
طب تعالى كده نجي نحلل العدد 125، أوله 5 يبقى هقسم على 5. 12 على 5 فيها الاتنين في 5 ب10، من 12 يبقى باقي 2، تيجي ورا 5 بقت 25 على 5 فيها 5. 25 على 5 فيها 5، 5 على 5 فيها 1. يبقى 5 في 5 في 5 بيساوي 125. احنا عندنا حجم المكعب بيقول طول الحرف في نفسه في نفسه، اهو طول الحرف في نفسه في نفسه. يبقى انا عرفت ان طول الحرف 5 سنتي. مساحة القاعدة بتساوي ايه؟ قاعدة المكعب عبارة عن مربع، طوله يساوي عرضه يساوي ارتفاعه، أبعاد المكعب متساوية، الطول زي العرض زي الارتفاع. طيب يبقى القاعدة عبارة عن مربع طول ضلعه 5 سنتي. مساحة القاعدة 5 في 5 تساوي 25 سنتيمتر مربع. عندي 25 سنتيمتر مربع، هختار 25 سنتيمتر مربع. 25 سنتي بس لأ، 5 سنتي بس لأ، 5 سنتيمتر مربع لأ، يبقى اختار 25 سنتيمتر مربع. بيقول لي نمرة 7، إذا كان 2 على 5 بيساوي س على 15. 2 على 5 بيساوي س على 15، فإن س زائد 2، خلينا نجيب س الأول. أجيب س قبل المقام أهي، هتبقى فين؟ تبقى تحت. الخمسة العدد اللي قبل سين دايما في المقام، 2 في 15. على 5 فيها 1، على 5 فيها 3، 2 في 3 6 على 1 يبقى بتساوي 6. يبقى سين بتساوي كام؟ سين دي بتساوي كام؟ بتساوي 6. طيب س زائد 4 بتساوي كام بقى؟ 6 ولا 8 ولا 10 ولا 4؟ طب ما احنا جبنا س ب6، نحط 6، 6 و4 10، يبقى بختار 10. بيقول لي 300 جرام إلى 1.5 كيلو. 1.5 كيلو إلى 300 جرام. علشان أجيب النسبة بين كميتين لازم يكونوا من وحدة واحدة، يا إما جرامات يا إما كيلو جرامات. يبقى هحول الكيلو جرام ده اهو الى جرامات، هقول 1.5، الكيلو جرام فيه 1000 جرام، يبقى هضرب في 1000، بطير الصفر قبل العلامة، بيفضل عندي 0، 1 في 15 ب15، يبقى 1500 جرام. تعال هات النسبة بين 300 الى 1500، نشيل الصفرين دول مع الصفرين دول، على 3 فيها 1 على 3 فيها 5، يبقى النسبة 1 إلى 5. عندي الاختيارات 1 إلى 3، 1 إلى 5، 1 إلى 10، 10 إلى 1، بختار 1 إلى 5. نمرة 9، بيقول لي يشرب حازم 21 كوبا من اللبن أسبوعيا، يعني كل أسبوع بيشرب 21 كوب من اللبن، فإن معدل ما يشربه في اليوم، هو الأسبوع فيه كم يوم؟ فيه 7. المعدل بيقول إيه؟ الكمية الأولى على الكمية التانية، 21 أسبوع يعني 7 أيام بتساوي إيه؟ على 7 في 1 على 7 في 3 يبقى بيشرب 3 أكواب يومياً. عندي الاختيارات 3، 7، 14، 28، اختار 3. نمرة 10، اذا كان الف الى ب بيساوي 3 الى 5، وب الى ج بتساوي 2 الى 5، فان الف الى ج تساوي، ادي الف الى ب الى ج، الف 3 الى 5، وب 2 إلى 5. تعال نعمل حرف ان، 2 في 3 ب6، 2 في 5 ب10،
خمسة في خمسة بخمسة وعشرين، ألف بستة وجيم بخمسة وعشرين، يبقى ستة إلى خمسة وعشرين. ستة إلى خمسة وعشرين، بختار الإجابة الأولى، ستة إلى خمسة وعشرين. تعال نشوف بقية الاختبار. بيقول لي السؤال الثاني أكمل ما يأتي: جرار زراعي يحرس 14 فدان في 3.5 ساعة، فإن معدل أداء هذا الجرار كم أفدنة في الساعة؟ كم فدان في الساعة؟ إحنا بنقول المعدل الكمية الأولى على الكمية الثانية. هقول إيه؟ هقول 14 على 3.5 بتساوي، علشان أتخلص من العلامة اللي تحت دي هضرب في 10، زي ما ضربت تحت في 10 هضرب فوق في 10، يبقى بتساوي 10 في 14 ب140، 10 في 3.5 بتساوي 35، يبقى المعدل إيه؟ 140 فيهم كام؟ 35 بتساوي 4. الأربعة في خمسة بعشرين، صفروا معايا الاتنين. الأربعة في تلاتة باتناشر، واتنين 14، يبقى بتساوي 4. هنا أهو أكتب 4 أفدنة كل ساعة، يبقى بيعمل معدل حرس الفدان 4 أفدنة كل ساعة. التلات ساعات بيعمل فيهم 12 فدان، والنص ساعة بيعمل فيهم فدانين، يبقوا 14 فدان. طيب بيقول لي صندوق خشبي على شكل مكعب حجمه الخارجي 1000 سنتيمتر مكعب، 1000 سنتيمتر مكعب، وسعته 729 مللي لتر من الداخل، يعني حجمه من الداخل 729 مللي لتر. الملي لتر بيساوي السنتيمتر، احنا قلنا 1 سنتيمتر مكعب بيساوي 1 مللي لتر. طيب يبقى هطرح، فإن حجم الخشب، علشان أجيب حجم الخشب يعني سمك الخشب، هطرح السعة الداخلية من السعة من الحجم الخارجي. 1000 ناقص 729 هيساوي 9 من 10 1، 2 من 9 7، 7 من 9 2، والواحد بقى صفر. بقى ايه؟ 271 سنتيمتر مكعب، ده سمك الخشب، حجم الخشب. طيب بيقول لي عفوا، بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي اذا كان بيقول لي 2 على 5 بتساوي كام كسر 10؟ 2 على 5 بتساوي، علشان أحول الكسر ده بسطه مقام لكسر 10، أخلي المقام يا إما 10 يا 100 يا 1000. هنا المقام 5 نخليه 10، أقول في 2، زي ما ضربت تحت أضرب فوق. 2 في 5 ب10، 2 في 2 ب4، 4 على 10 يعني 4 من 10، يبقى بتساوي 4 من 10. القطران متساويان في الطول في ايه؟ القطران متساويان في الطول في ايه؟ في المربع والمستطيل. المربع والمستطيل، اذا كان مقياس الرسم اكبر من واحد فانه يسمى، اما يكون مقياس الرسم اكبر من واحد بنقول عليه ايه؟ تكبير. نقول عليه ايه؟ تكبير. اصغر من واحد تصغير. 40% من 2000 جنيه يساوي، 40% من 2000 جنيه بيساوي 40 على 100 في 2000. شيل الصفر ده مع الصفر ده والصفر ده مع الصفر ده، بتساوي 4 في 200 ب800 جنيه، يبقى 40% من 2000 ب800 جنيه.
طيب نمرة 7 بيقول لي متوازي مستطيلات حجمه 60 سنتيمتر مكعب، وعرض قاعدته 4 سنتيمتر وارتفاعه 3 سنتي، فإن طول قاعدته بيساوي إيه؟ أنا عندي حجم المتوازي اللي هو متوازي المستطيلات بيساوي إيه؟ مساحة القاعدة في الارتفاع. حجم متوازي المستطيلات 60 سنتيمتر مكعب، مساحة قاعدته مش عارفها بس عندي ارتفاعه، ارتفاعه كام؟ 3 سنتيمتر. أجيب مساحة القاعدة دي بتساوي مساحة القاعدة في الارتفاع اللي هو 3، أجيب مساحة القاعدة بتساوي 60 على 3 تساوي 20 سنتيمتر مربع. يبقى مساحة القاعدة كام؟ 20 سنتيمتر مربع. طيب جبنا مساحة القاعدة أهو، مساحة القاعدة تساوي 20 سنتيمتر مربع. مساحة القاعدة بتساوي إيه؟ حاصل ضرب الطول في العرض. طب أنا عندي العرض 4، يبقى 20 سنتيمتر ده إيه؟ مربع بتساوي الطول في العرض كام؟ في 4 سنتي. الطول يساوي 20 على 4 يساوي 5 سنتي. يبقى الطول هنا بيساوي كام؟ طول قاعدته كام؟ 5 سنتيمتر مربع. طب تعالى كده نضربهم، أما يكون ده 5 هنجيب حجمه بقى نشوفه 60 ولا لأ. 5 في 4 اللي هو عرضه يبقى 20 في 3 يبقى 60 سنتيمتر مكعب. مظبوط. طيب بيقول لي 1.5 بيساوي كام في المية؟ 1% بيساوي كام؟ 1 بيساوي كام في المية؟ 1 الصحيح بيساوي كام في المية؟ بيساوي 100%. طب والخمس 20%، مش احنا حافظينه كده؟ طب تعالى نجيبه بقى رياضيا كده، نقول ايه 1.5 بيساوي، نتخلص من العدد ده، 1 في 5 ب5 و1، 6 على 5 اضرب في 100، على 5 فعل 1 على 5 فعل 20 في 6 ب120%. يبقى 1.5 يساوي 120%. 1.5 يساوي 120%. بيقول لي ربع زائد 30% بيساوي كام في المية؟ هو الربع كام في المية؟ ربع زائد 30% بيساوي كام في المية؟ الربع ده بيساوي كام في المية؟ 25%. تعال نجيبه، ربع في 100، على 4 فعل 1 على 4 فعل 25 يبقى 25%. يعني الربع ده ب25%، يبقى 25% زائد 30% بيساوي كام في المية؟ 25 و30، 55%. طيب بيقول لي إذا كانت نسبة الناجحين 85% فإن نسبة الراسبين كم في المية؟ بقول 100%، نسبة الفصل كله 100% ناقص 85% بيساوي 15%، يبقى نسبة الراسبين 15%. السؤال الثالث
بيقول لي إذا كانت النسبة بين أطوال أضلاع مثلث هي 2 إلى 3 إلى 4، نفرض إن طول ضلع مثلث مثلا النسبة ألف إلى ب إلى ج بتلاتة وب باتنين، طول الضلع التاني، طول الضلع التالت نسبته 4. ها، وكان محيط هذا المثلث، يبقى أقول المحيط يساوي 90 سنتيمتر. المحيط بكام؟ طبعا المحيط المثلث هو ايه؟ مجموع أطوال أضلاع. طب يلا نجمع النسب دي كده، 3 و2 5 و4 9. تعال نحط بقى المحيط اللي هو مجموع الأضلاع تحت مجموع النسب، 90. عاوز يجيب طول أضلاع، بقول قيمة الجزء تساوي 90 على 9 يساوي 10. يبقى أنا كده جبت قيمة الجزء 10. قيمة الجزء إيه؟ 10. تعال نجيب الضلع الأول، الضلع الأول يساوي قيمة الجزء 10 في نسبة الأول كام؟ 3 يساوي إيه؟ 30 سنتي. الضلع الثاني قيمة الجزء 10 في نسبته كام؟ 2، الاتنين في 10 ب20 سنتي. الضلع الثالث قيمة الجزء كام؟ 10 في نسبة الثالث 4 تساوي 40 سنتي. أما أجي أجيب المحيط هنزل الصفر، 3 و2 5 و4 9، يبقى المحيط 90 أهو، المحيط 90 سنتي مظبوط. بيقول لي في الشكل المقابل ألف ب ج د ده متوازي أضلاع، فيه قياس زاوية ألف ده ه 50 درجة، قياس زاوية د ب ج د ب ج دي 45 درجة، ألف ب 4 سنتي، أوجد طول ج د، ج د ده هو. طبعا متوازي الأضلاع كل ضلعين متقابلين متساويين، ده 4 سنتي يبقى ده 4 سنتي. قياس زاوية ألف ب د، ألف ب د عاوز يجيبها، ألف ب د الزاوية دي عايز يعرف كام درجة. احنا عندنا في متوازي الأضلاع كل زاويتين متتاليتين مجموعهم 180 درجة، يعني الزاوية دي زائد الزاوية دي كلها 180 درجة. عندي منهم جزئين، واحدة ب50 وجزء من الزاوية دي ب45. علشان أجيب الزاوية دي أ ب د أقول 180 درجة ناقص 50 زائد 45 درجة يساوي 50 و45 95، دي 180 درجة، يبقى بتطلع كام؟ 85 درجة. إذا زاوية أ ب د اللي هي دي 85 درجة. تعال نشوف كده، 85 و45 130 و50 يبقوا 180، زاويتين متتاليتين مجموعهم 180 درجة. بيقول لي اشترت سالي غسالة كهربائية بسعر 3600 جنيه، وكان الخصم على الغسالة دي 10%، عاوز تمنها قبل الخصم. بقول شراء إلى خصم إلى بيع، الشراء دايما 100%، الخصم 10%، يبقى اللي باع بكام في المية؟ باع ب90%، باع بكام؟ ب3600. عاوز السعر قبل الخصم، يبقى هعمل مقص مع الشراء، هقول ايه؟ 3600
في 100 دايما اللي قبل س في المقام على 90، الصفر ده راح مع الصفر ده، على 9 فهل 1، على 9 فهل 40، 40 في 100 ب4000 جنيه، يبقى السعر قبل الخصم 4000 جنيه، الخصم 10% ب400 جنيه، من 4000 اشترت هي الغسالة بكام؟ ب3600 جنيه. آخر سؤال معانا بيقول لي: رسمت خريطة لبعض المدن بمقياس رسم 1 إلى 900 ألف، وكان الطول الحقيقي بين مدينتين على الخريطة 180 كيلو، أوجد المسافة بينهما على الخريطة. هقول رسم إلى حقيقي 1 إلى 900 ألف، البعد اللي عندي حقيقي ولا رسم؟ حقيقي 180، عاوز الطول في الرسم يبقى س، يبقى هنا هقول الطول في الرسم، الطول في الرسم هيساوي 180 في 1 على كام؟ على 900 ألف. دول 180 كيلو، علشان احولهم لسنتيمترات لازم اضرب في ايه؟ الكيلو في 1000 متر، والمتر في 100 سنتيمتر، يبقى هضرب في 100 ألف، 1 و5 أصفار، هنشيل ال5 أصفار دول مع ال5 أصفار دول، هقول 9 × 9 فهل 1، 180 × 9 فهل كام؟ 180 × 9 فهل 20، يبقى الطول في الرسم 20 سنتيمتر، 20 سنتيمتر الطول في الرسم. بيقول لي الجدول الآتي يبين عدد الساعات التي يقضيها التلاميذ أمام الكمبيوتر، عاوز يمثل ده بالمنحنى التكراري، من ساعة إلى أقل من ساعتين 8 أولاد، من ساعتين لأقل من 3 12 ولد، من 3 لأقل من 4 15 ولد، من 4 لـ5 5 أولاد. بيقول لي مثل الشكل ده، الجدول ده بالمنحنى التكراري. تعال نجيب مركز المجموعة، مركز المجموعة عندي من 1 لـ2، يبقى أقول 1 + 2 × 2 يساوي 1.5، 1.5 هيبقى في المنتصف هنا اهو، بين المسافة بين 1 و2 النقطة هتبقى في الخط الوسطاني ده، يبقى ده مركز المجموعة، ده مركز ايه؟ المجموعة. يلا بقى نمثل، من 1 لأقل من 2 8، هطلع عند 8 هنا اهو، هطلع من النص بقى من مركز المجموعة اهو، من 8 واحط نقطة اهي، واكتب عندها 1 صغيرة كده. طيب من 2 لـ3 لأقل من 3 12، يعني هطلع في النص هنا اهو مركز المجموعة لغاية 12 هنا اهو، اكتب 2 صغيرة كده. ليه بكتب؟ ليه برقم؟ عشان لما اجي امشي بالقلم امشي بالترتيب، ما اخدش نقطة قبل نقطة. طيب من 3 لأقل من 4 15، تعالى عند مركز المجموعة بتاع 3 اهو في النص بين 3 و4، واطلع عند 15، 15 بين 14 وبين 16، ده هي 15 تمام اهي، 3. طيب من 4 إلى 5 5، ادي 4 إلى 5 اهي، نحط من عندنا من اهو كمان ايه 6،
عشان مركز المجموعة هنا اهو. يبقى هنطلع فين؟ عندي 5 تعالى شوف الخمسة فين، بين الأربعة وبين الستة أهي، دي 4. تعالى نأكد، 1 2 3 4، 1 2 3 4، نشطب على دي خالص علشان إيه ما نرسمهاش يعني أو ما تلخبطناش. تعالى بقى المنحنى التكراري بعمله بإيدي أهو، ويا ولاد ما نقفلش ده، ما نقفلوش، تنزل تطلع من 1 2 3، تنزل عند الأربعة وترفع إيدك كده. رسمنا المنحنى التكراري وانتهينا من حل اختبار رياضيات الصف السادس، وأتمنى تكون مراجعة مفيدة، ودمتم بخير وإلى اللقاء في الدرس القادم.